هذا الطريق اللي مشينا فيه المرة الماضية؟ عاد كيف كان يا فتح؟ ما هو هو ولا النوم بعيونك كمان؟ أبو أحمد فردي فرديش نسيته يغص بالك يا أبو يوسف ولا هادي عملي بتنعمال إيش سويت؟ وين رايح يا مجنون؟ وين رايح؟ اتركني يا أبو أحمد اتركني. أبو يوسف بتلحقش بقولك بتلحقش أبو أحمد تخافش. اسمعني ولا تلحقش أبو يوسف. أبو أحمد اتركني أنا أبو يوسف. أبو يوسف يا مالك على حالك يا أبو أحمد. وين هو أبو يوسف؟ أبو يوسف نسي فرده بيت أبو النار ورجع يجيبه. لك شلون رجع يجيبه؟ ما بيلحق. قلت له بتلحقش ما سمع مني. الله يصلحه على هالحملة. أنا بشوف إنه نترك هالقرنة أأمن من وكل صبحي أو سمعه، ولما بيرجع أبو يوسف بيلحقونا على الغوطة. أنا من رأيك عمي أبو حسن. شو رأيك عمي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. خلص مثل ما بتكون أحسن ما نغامر بكل الشباب والضو بلش يطلع. شرفوا أبي شرفوا. قولوا الله. يلا الله يهديك يا بيوس. يا رب. الله ييسر لك طريقك يا أبو يوسف ويسوقك بالسلامة. أشهد أن
محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. صار لازم يمشي، الظاهر ما في فايدة. الله يحميك يا أبو يوسف، الله يحميك. تعال. Saccageurs. Où est le Mokharibin? Où est l'Israfantine? Sayyidi, fattachna que l'Azak ou malaï n'a hada. Mais d'où allez-vous me tâter l'art? Allez-y! Hada, Sidi! عليك يا أمي، أنا هربان من العسكر الفرنساوي اللي صاروا هلا بالحارة. إذا لقيتوني راحين يطخوني. إيدي في نارك يا أمي. شو قصتك يا ابني؟ يا أمي، كان المفروض أطلع من الحارة مع الشباب اللي طلعوا، بالعلامة بينهم أبو حاتم وبشير ومعتز، بس صار معي إشي خلاني أرجع للحارة. ولما رجعت كان العسكر الفرنساوي ملات الحارة وما عاش فيني أطلع منها. حقني يا ابني، الحقني، حقني أنت وساكت. زيل يا ابني زيل، فوت على هاي الأوضة، فوت فوت. عسام يا عسام، عسام خير يا ما في شي؟ طلع على وسطك. طمنا ابو عناد. ابو يوسف ضل جوات الحاره، الظاهر ما لحق يطلع. انا هذا اللي كنت خايف منه، هذا اللي كنت خايف منه. روي ابو احمد، روي، رجال الله الله حاميون. غير هالمسكين ابو محمود يتقوى عليه. لك شو قلبه، شو قلبه، شو قلبه صخر، شو بدهم يعملوا اكثر من هيك؟ ولا يهمك ابو قاسم، اكله كم كبير ما راح يطلع معه شيء. كنت واقف بالمطبخ الحمد لله فطور الفوزية بامان الله، ما حسيت وتريد الا العسكر صار فوق راسي. يا دوبني لحق اجيب السلم. شو نصاب مملوك، شو فيه؟ بعدين بتعرف شو فيه، بس يعني سكوتك كرمال النبي. يا عسكر نمرده، يا عسكر نمرده، باب الحارة رح يبدأ. سيدي في مظاهرة كثير كبيرة برات الحارة، يمكن كل أهل الشام جايين لهون. كلمهم سنوقفهم باختو لمية حتى لو اضطررنا إلى إطلاق النار عليهم. ستتابع تفتيش الحارة بيتا بيتا، وأنا سأتحدث مع المسيو المستشار. أمرك. لا أريد أن تقتربوا من الحريم، لا أريد تحريض الناس علينا. أكبري. أمرك سيدي. Thank you.
عم تفش؟ قول شو بدك بدون ما تفش؟ بدنا نفتش البيت. بس البيت فيه حريم. خلي الحريم يطلعوا على الارض الجار وحطوا على راسهم، ما حدا حارب نحن. يلا عوام استنى شوي. تخطوا منيح وطلعوا على ارض الديار، بدهم يفتشوا الاوض. ابن عمي انا خايفه كثير، خايفه ياذونا. اللي بده يقرب ناحكم بذبحه وبحسب الله ما خلقه. دكوا بيطلعوا. اشحطونا برا. بعد هيك انت ويا. بعد هيك انت ويا، فتشوا البيت انا موجود. رفعنا بالله. لا اطلع من البيت ستي وتدخلي عصام. تعالوا خذوني هون احسن ما افشخوا نصين. لا 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 هدول مو بعيدة يقتلوا ولاد. خذ الحبة والكران. حط الطابع ما بتنهار. حط الحبة والكران. حط الطابع ما بتنهار. حط الطابع ما بتنهار. يا محتلة برا. شمنا بطلة حرة. لست ويانسون أوكولير. أنا ما بسمع. الناس هاجمة على الحاغة وكتير غضبانة. وي ميسيو، نحن ما شفنا لا الضابط الفرنسي ولا أي عنصر تاني. عم ندور عليهم ميسيو، عم ندور عليهم. أبو زور لا تخافي تقبريني، لا تخافي، والله اللي بدي أقرب عليك بدي أقتله. هلا شوفي شو حسابي فيهن. هلا شوفي. اطلعوا براك البيت، اطلعوا براك البيت يا قليلين النحوة. تعال فتشي يا الأوضة، في حدا بالأوضة؟ بنتي جوا. ليش ما نزلت على أرض الديار؟ لأنها مشلولة ما بتقدر تتحرك. بدي فتش الأوضة. الله يخليك، هي بنتي بحياتها ما شافت عسكر، إذا شافتكم يمكن تروح فيها. طيب ماشي، افتح الباب وفوت قدامنا يلا. فتشوا الأوضة منيح. يا مو في ناس جايين يشوفوا البيت ويروحوا، لا تخافي. امشي سيدي. الحقوني لشوف. سيدي بعد وراي يطنع، أريدك أن تتحدث إلى ذا الشيخ وتطلب منه أن يخفف من غضب الأهالي علينا، إنهم جدا هائجون. أمرك سيدي. شيخنا معيتك بدنا منك خدمة. شو بدكم؟ هدول الناس اللي هايجين برات الحارة، الله يجبرك طلع لهم إنه نحن ما قربنا ناح الحريم ولا ضربنا ولا بيت من بيوت الحارة بالمدفعية ولا قوصنا حدا منهم. الله يكرمك. حاضر، أنا راح أطلع للناس وهديهم وقلل من غضبهم، بس حابب خبرك بشي وريحكم مشان ما تتعبوا عناصركم بدوار جوات الحارة وعلى البيوت على المطلوبين من عنا والأسرى اللي بيخصوكم. الجماعة ما نون موجودين بالحارة،
أخذوا الضابط ورفاته اللي معه وراحوا. عقبوه مرت. أنا ممنونك خالتي أم عصام، لولاكي ما أعرفش إيش كان صار فيه. لا تأكل هملك ابني، أنت مثل ولادي عصام ومعتز، وإذا ما لقيت محل حطك فيه بخبيك بعيوني. الله يخلي لك ولادك وعيونك. شو رح تعمل هلالك ابني؟ بدي أروح، بصيرش أبقى هون أكتر من هيك. لو امتك تروح لك ابني والعسكر مملي الحارة والبيوت. بدي أطلع من هون هالسطح لبيت خالتي أم زكي، ومن هناك بدبر راسي. وبركي حدا لمحك من العسكر على الأسطوح. لا يا ابني لا، هيك في خطورة عليك. وإيش بدنا نعمل خالتي أم عصام؟ رح ألبس ملايتي وجيب لك ملاية تلبسها، وأنا بوديك لبيت أمي. عتز هاي